التاسعة في العيد، صفحات البهجة تتجدد، لقاءات على إيقاع المتعة. أول أيام العيد فرقة رضا تقدم فاصلاً من تبلوهاتها الأصيلة، وسباحة حرة في تاريخها وحاضرها، وحوارات مع مواهبها المتجددة. أستاذ محمود رضا هيفضل محمود رضا، وعمر أبداً ما حد هيكون زيه ولا شبهه. ثاني أيام العيد لقاء خاص مع الفنان الكبير محمد محمود، الذي نضجت نجوميته على مهل بروح مقاتل أكتوبر القديم وراهب المسرح المثابر. أنا بوصل رسالة وبنبه كل أب مصري أو أي أسرة إن خلي بالك، الجهاز اللي في إيد ولادك دول ده خطير جدا. وعرض فني لفرقة سمعنا طبلتك بالمزمار والطبول. ثالث أيام العيد التاسعة في رحاب فلسطين، شعراً وسينما. كيف قاومت الكاميرا ظلم الاحتلال وصدح الشعر في وجه الرصاص، مع المخرج الكبير يسري نصر الله صاحب باب الشمس. احنا معرفناش يعني ايه فلسطين غير لما راحت مننا. والشاعر الكبير ابراهيم داود. اشكال للمقاومة في الكتابة السردية، في شعر التفعيلة، في شعر النسر. رابع ايام عيد الاضحى المبارك التاسعة تلتقي فرقة الأنامل السحرية، براعم مصرية ترسم المستقبل بنغمات الموسيقى. التاسعة في العيد مع يوسف الحسيني على قناة مصر الأولى.